مدارس المجد الأهلية انتهجت من نهج وهو الخدمة المجتمعية. فنحن نرحب بأي برنامج على مستوى المكتب وعلى مستوى الإدارة يخدم أبنائنا الطلاب. كما ذكرت أنا منذ قليل للدكتور جابر والزملاء أننا يهمنا أبناء المجد بالدرجة الأولى، لكن يهمنا أبناء الوطن عموما، سواء في مدارس الحكومية في الرياض أو حتى خارج الرياض. فكل نجاح لهذا الجيل هو نجاح للوطن ولأبناء الوطن. كانت هذه الزيارة مفاجأة سارة جدا، حيث رصدت بنية تحتية معرفية قوية جدا تعطينا انعكاس في المكتب في إدارة التعليم أن الجهود المبذولة في المدرسة هي جهود بذلت على أساس علمي متين وتؤدي في نهاية المطاف إلى مخرجات متينة، وهذا انعكس بنهاية المطاف بالدرجات اللي حققتها المدارس وطلاب المدارس، حيث حصلت على المركز الأول على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. وأيضا أسعدنا الشراكة المجتمعية التي عقدتها المدارس مع المدارس الحكومية، فلهم الشكر والتقدير، وأتمنى لهم إن شاء الله مزيدا من الازدهار. مدارس المجد، طريقك إلى المجد.